ورجعنا لكم أعزائنا المشاهدين مع أحد القامات وأعلام زراعة العنب في مصر، باحث له قدر قيمة وقامة، الدكتور غبريال فرج غبريال، يعني أحد المتخصصين اللي أنا شخصيا بقعد أتعلم منه يعني إيه عنب. يعني هيكون لنا لقاء النهاردة معاه للنهوض بمحصول العنب. محصول العنب محصول استراتيجي بيتصدر عندنا بكميات كبيرة جدا، يمكن أنتم ما بتشوفوش العنب التصدير. يعني أنا حظي السعيد في برنامج أجندة مرشد وبرنامج الزراعة حياة اني بنزل وبشوف قد ايه في عنب محسوب بالسنتي طول العنقود، كم حباية، يعني مواصفات قياسية ازاي بنقدر نوفرها. وده اللي انا كنت بتكلم فيه امبارح، بقول احنا ربنا حبانا بنعمة الجودة في الزراعة اللي نقدر ننافس بيها يعني اكبر دولة في العالم النهاردة. مش محتاجين لسه نتعلم، لا ده احنا عندنا العلم وعندنا كل المواصفات بتاعت الارض والتربة والمية والشمس والجو اللي تخلينا ننافس العالم كله في الزراعة. يعني اعتقد النهارده الدوله لو ركزت على الزراعه ده يكون اسرع دخل دولاري في التاريخ. يعني لو نركز بس في موضوع الزراعه، يمكن الدوله محتاجه شويه يعني تلقي النظر على موضوع الزراعه لان ده اسرع مصدر لدخل الدولار. خلوني ارحب مره تانية بالعزيز وعلم العنب في مصر دكتور غبريال فرج غبريال. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور اهلا بيكم. اهلا بسيادتك. وجود دكاتره عظماء وعلماء زي حضرتك كده بيدينا امل ان شاء الله اننا هنرجع دوله زراعيه 100%، وحضرتنا مش بس بالحجاره ولكن كمان بالزراعة. فهنتكلم مع بعض على أهمية بقى المحصول الاستراتيجي العنب وأهميته الاقتصادية، وإحنا إزاي وصلنا للمرحلة إن هو يكون من تاني أكبر المحاصيل بعد الموالح إن شاء الله. أولا بشكر البرنامج وبشكر حضراتكم، وعاوز أقول إن العنب هو المحصول الأول على مستوى العالم بصرف النظر عن استخدامه. هما بيستخدموه بره في المساحه الكبيره في تصنيع النبيت، احنا مالناش دعوه بيهم، انما عنب المائده يعتبر المحصول الثاني في مصر بعد الموالح. وان كانت حصل فيه طفره كبيره جدا في الثمانينات من خلال مشروع مصر كاليفورنيا، كان عندنا صنفين فقط في مصر اللي هو تومسون سيدس اللي هو البناتي العادي اللي بيقولوا عليه بناتي غلط تومسون سيدس، وكان الصنف المتاخر اللي هو الرومي الاحمر. من خلال مشروع مصر كاليفورنيا تم استيراد 24 صنف عنب مائده وست اصول وعنب نبيت، بعتناه شركه الجناكليس ايامها. ال 24 صنف دول اتزرعوا على مستوى الجمهوريه عشان نشوف الذوق المصري بقى بيقبل اللون الابيض. صحيح. دايما وعديم البذور. فهو احنا طبعا في اصناف حمراء زي الفليم وزي الكينج روبي اللي هو الروبي سيدلس ده متاخر، كينج الفليم مبكر. طبعا هو الفيلم انتشر بحكم ان هو الذوق المصري قبله. طيب احنا عندنا مشكله حاليا، ايه هي؟ الاصناف الحمراء كلها، الاصناف المتاخره كلها حمراء، واخد بالك سيادتك؟ مفيش صنف ابيض متاخر لا بيزري عشان ينزل السوق هنا. صحيح. فعندنا الكينج روبي متاخر، الكريمسون متاخر، الروبي الرومي الاحمر متاخر. طيب احد الشركات استوردت الصنف اسمه الاوتام كينج، انا ما اعرفهاش الشركه دي، الصنف ده لو نزل السوق متاخر هيضرب السوق لسبب، لان ذوق المصري زي ما قلت بيقبل الحبايه البيضه، الحاجه الثانيه عديمه البذور وده صنف متاخر. مشكله في الاصناف المتاخره كلها ملونه حمراء، المشكله ايه؟ لما بتيجي موجه حراره عاليه بتعمل هدم الانسولينين اللي هي الصبغه الحمراء الموجوده في الثمره. حتى سيادتك تلاقي الكريمسون بيطلع مفروض ينضج في شهر سبتمبر، هو بيبعوه دلوقتي بيضطروا يستخدموا له الاسرل، والاسرل ده ممنوع في التصدير، ده الموضوع متداخل قوي يعني هنتكلم. أيوة. ده بيرفضوه في التصدير. طيب ايه البديل بتاعه؟ البروتون. البروتون ده عباره عن ابسيسيك اسيد بيحل محل الاسرل في عمليه نضج الثمار في التصدير. مش هندخل. صحيح. في النواحي الفسيولوجيه بتاعته عشان البرنامج، عشان ضيق البرنامج، احنا ممكن هنبسطها دلوقتي بس بعد ما حضرتك تخلص كلامك. طيب ان شاء الله. طيب فهو دلوقتي لما تيجي موجه حاره بتعمل هدم الانسولين، ولذلك تلاقي العنب الاحمر كله المتاخر مبرقش مش واخد. صحيح. اللون الطبيعي. صحيح. بتاعه. مزبوط. طيب ندخل بقى في عمليه التصدير. مصر المساحه العنب في مصر حاليا حوالي 200,000 فدان، المنتج منها حوالي 165,000-170,000 في الحدود دي. بننتج قد ايه؟ بننتج من 1.5 مليون ل 1.7 مليون طن. صدرنا قد ايه السنه اللي فاتت؟ 120,000 طن.
رقم متواضع جدا جدا جدا. شيلي دولة نامية زينا فيها 5 جهات بيدعموا التصدير. احنا هنا بنعتمد على المنتج، الراجل اللي بينتج العنب وعلاقته بالمصدر. يعني ان كان المصدر راضي عنه بياخد منه، مش راضي عنه بيعاكس. حضرت ايدك على الجرح كده، ده جرح الزراعة كله. بالظبط كده. المشكلة التانية في التصدير ان الشركات بره المستوردة دي شركات، مش عاوز ادخل في النواحي السياسية، دي شركات بتميل لمحاربة مصر بدليل. ادي لسيادتك دليل. اسرائيل كانت بتزرع عنب وكانت بتنافسنا، فوجدوا ان المتر مكعب من المية في العنب ما بيجيب لهمش عائد مجزي، فزرعوا زهور. مين اللي بينافسنا دلوقتي؟ الهند، هي المنافس القوي بتاعنا في التصدير. يجب على جامعة الدول العربية ان هي تعمل تنمي موضوع السوق العربية المشتركة. ازاي دول الخليج ودول السعودية وخلافه يستوردوا من الهند واحنا عنبنا هنا جنبينا ما ياخدوش مننا؟ لازم صحيح. يبقى في سوق عربية مشتركة. صحيح. دي نقطة. النقطة الثانية، من حوالي 15 سنة احد الناس حاول يصدر عنب تومسون سيدلس، وهذا التومسون سيدلس ما كانش فيه مواصفات تصدير، وهو كان عايش في انجلترا. فبقول له ازاي تصدره؟ قال لي اصدره تحت اسم اميره، ما فيش صنف عنب اسمه اميره، وصدره. قال لي العبره بالمستقبل هناك، فدول اصدقائي استوردوا. فاحنا عاوزين نوجد طريقه ان احنا نقدر نصدر. احنا اللي بياخد مننا في اوروبا مين؟ دول انجلترا والمانيا والدول حاجه زي هولندا او خلافه، يعني حاجات محدوده. لان احنا كان لنا ميزه نسبيه في تصدير العنب كانت لغايه 30 يونيو. طيب باتصالات وعملوا لجان من وزاره الخارجيه ووزاره الزراعه وصلنا لغايه 10 يوليو. لو نزل العنب بتاع السوق الاوروبيه العنب بتاعنا ما ياخدوهوش لان عليه جمارك عاليه. صحيح. طيب نرجع لحته الاصناف بقى بتاع التصدير. الاصناف دلوقتي الدول بتتحكم في بعضها عن طريق صنف زي الايرلي سويت ده، عليه رويالتي عاليه جدا. كان مطلوب يزرع 2000 فدان في مصر، الزرع 800. 5 شركات اللي بتصدر هذا الصنف. هو انتشر حاليا لسوق المحلي، الناس تاكله. صحيح. عادي. طيب الصنف ده بيبيعه في السوق المحلي. طب صحيح. انا عاوز عمله صعبه، لابد يحصل تطوير في بعض اصناف دخلت مجموعه الارا، ارا 10 وارا 15. في اصناف منها بيضه واصناف حمراء واصناف سوداء. الاراضي دي شركه من الشركات، ما بنعملش دعايه ولا حاجه، شركه من الشركات استوردته وجربته. في بعض مشاكل، يعني الارا ارا 11 وارا 15 بيحصل لها براوننج، مجرد ما تطلع عشان يحط يعمل لها البري كولينج، اول ما تطلع لازم يمتص حراره الغيط عشان صحيح. يوفر معاه في عمليه التبريد صحيح. بتاعته. مظبوط. طيب هو عمل كده، حصل خدت اللون البني. طيب الايري سويت هو اللي عليه العين شويه، هو فيه مشكله بسيطه ان بيطلع فيه شوت بيرز. هنرجع لحته الشوت بيرز دي وهنتكلم عليها. يعني بعض الناس قالوا لا ده بتختفي بعد 4-5 سنين من الزراعه، انما في الاول بياخد عماله جامده. هنا بقى اللي انا عاوز اقوله، عشان برضو حته 1.5 مليون فدان والمناطق التوسعات اللي بتحصل، مش كل حتة في مصر تصلح لزراعة العنب. العنب محصول مكلف جدا. أنا في الموالح أو في الرمان أو في أي فاكهة، نوع من أنواع الفاكهة، بزرع شجرة بتطلع، تعبت بشيل الشجرة دي وأزرع غيرها. صحيح. إنما في العنب محصول مكلف. ليه؟ هو نبات متسلق، نبات متسلق. عمليات الخدمة مستمرة. لا، بيحتاج عمليات تدعيم مختلفة. لو أنا شفت بره، يعني اقول لحضرتك عشرات الطرق في التربيه. احنا هنا عندنا الاسبانيش بارون سيستم اللي هو التكعيبه الاسبانيه، وعندنا الجيبل، وعندنا الواي. الواي ابتدت تختفي والتليفون ابتدى يختفي. طيب الفيش باك بون برضو نزلت، يعني قريب برضو شفتها في احدى المزارع النهارده. ايه ده الفيش باك بون؟ يعني العمود الفقري للسمكه، ده الترجمه الحرفيه، بس ده اسلوب برضو في رصه العنب. عاوز اقول لسيادتك في، لو معلش البرنامج ما كانش يسمح، انا عندي طرق تربيه كتيره جدا مصورها من بره، من الزيارات اللي انا اتيحت ليا فرصه. يمكن ده انت بروفيسور في الموضوع ده. لا العفو، لا العفو، محدش يقدر. لا صدقني، هو اتيحت ليا، ربنا اتيحت ليا فرصه ان انا سافرت بره كتير وصورت انا بنفسي طرق التربيه المختلفه.
في طرق تربيه عديده جدا. اصل هو نبات متسلق، صحيح، ربيه بالطريقه اللي سيادتك عارفها ما دام عارف الفسيولوجي بتاعه. يعني مفيش طريقه معينه جايه لا تربيه لا التربيه في يمكن عشرات الطرق في التربيه. وحضرتك قلت ده ظهر السمكه، ده ظهر السمكه دي كانت مزروعه في سيبر باي، ايوه، عند الدكتور الخولي كان ممثل الشخصي رئيس الجمهوريه. هي عباره عن حاجه زي التليفون بس هي القايم كده وبيطلع ممدود وبيطلع عليه خمس اسلاك ويربى عليه. وده كان الوحيد اللي عاملها الدكتور حسن صبر الخولي. طيب لا ده في طرق كتير، في طريقه البرجوليتا الايطاليه، وفي طريقه في طرق عديده جدا لتربيه العنب لانه هو نبات متسلق، صحيح، طالما سيادتك فاهم الفسيولوجي بتاعه. طب نرجع لحته بقى مهمه جدا، عمليه التوسع في الاراضي الجديده دي عمليه عاوزه ما فيش مجازفه، لان انا فدان العنب النهارده بيتكلف كام؟ شتله العنب اصبحت كله بيشتغل عنب مطعوم على اصول طبعا عشان يتحمل اصابه بالنيماتودا. مظبوط، ما فيش مقاومه كامله. الناس فاهمه غلط، الناس فاهمه ان يزرع عشان النيماتودا، لا بتجيلها اصابه. مظبوط، طيب صحيح. انا كله بيزعم الشتله في الحكومه بتتراوح سعرها من 6 جنيه ل 7 جنيه وبره في القطاع الخاص من 6 ل 7 لغايه 13 جنيه شتله العنب. شتله العنب اللي كانت بتباع بخمس ساق بس مش مطعومه زمان اول ما انا اتعينت، معلش من فتره كبيره يعني، معلش ربنا يخليك. طيب بيتعمل له حديد واسلاك وخرسانه وشغلانه. الفدان فدان التكعيبه النهارده اللي كان بيتكلف 12 13000 بيتكلف 18 19000 ده من غير شتلات، من غير شبكه ري بيوصل 22000 كمان ومن غير شبكه ري. مظبوط. طيب هل احنا عندنا غابات؟ ما عندناش غابات. بياخدوا الكافور والجازورينا وبينقعوا في كبريتات نحاس 16 ساعه، صحيح، ومع ذلك بيجي لها اصابه بالساقبال. ما هو ده اللي هيخليني يا دكتور نسال حضرتك على ان افضل انواع التربه الملائمه لزراعه العنب، بالاضافه كمان الى وجود الاراضي الجديده اللي حضرتك اشرت ليها، وهل طبيعه المناخ والتغيرات المناخيه اللي بقت مصر وكتير من دول العالم بتتعرض ليها هتكون مناسبه ان شاء الله ان احنا نطلع محصول عنب قابل الى نسبه كبيره جدا للتصدير، وكمان الانتاج المحلي يكون برده عالي الجوده؟ السؤال ده عاوز اجابه ساعه مش اجابه ربع ساعه. بص حضرتك، ده انا كنت هقوله على فكره في التوسعات في الاراضي المليون ونص فدان. بص حضرتك، مش كل ارض تصلح للزراعه، ومش كل ميه تصلح لزراعه العنب. مزبوط. ومش كل درجات حراره تصلح لزراعه العنب. طبعا هقول لسيادتك عده مشاكل موجوده. اولا لابد من تحليل ميه البير. العنب يتحمل لغايه 1000 بي بي ام، 1000 جزء في المليون يمشي كويس، 1200 يبتدي المحصول ينقص 10%، 1700 جزء في المليون يبتدي المحصول ينقص 25%. صحيح. ده بالنسبه للميه، لازم تحليل الميه، ده ملوحه الميه. ملوحه التربه ممكن علاجها، لو انا مثلا في كلوريد صوديوم فيها، ما هو سبب الكلوريد والصوديوم، ممكن بالجبس الزراعي، بس لازم محتاج غسيل ومحتاج صرف. في منتجات كالسيوم دلوقتي كمان، يعني ما انا عارف اسمها ايه، كيتا، ما علينا. ما انا بشوف الاعلانات ده، في مركبات كتير في السوق. انما نرجع تاني لحته تانيه، هل الارض كلها تصلح للزراعه؟ لا، سؤال مهم. لا لا، بدليل ان طريق العلمين في الاول في مزارع عنب وماشي، صحيح، قدام بقى في طبقات صخور، لابد ان اللي ياخد عاوز ينشئ مزرعه عنب يحفر يشوف الطبقه الصماء على العمق قد ايه. صحيح جدر العنب قصير مش طويل قوي، مش يعني في حدود متر، ده جدر ملوش لازمه عندي، ده لتثبيت النبات. انما الجذور العرضيه دي هي الجذور اللي محتاجه يبق النبات. هي دي بالظبط كده. طيب الطبقه الصماء دي بيستخدموا منها البلوكات بتاع المباني. ازاي انا هزرع بقى على في 30 سنتي ويرجع يشتكي لي من اعفان الجذور والمزرعه اتدهورت و ما ينفعش؟ لازم ضروري، ما ينفعش. نيجي بقى لموضوع مهم جدا، درجات الحراره. شوف حضرتك، درجه الحراره المناسبه لزراعه عنب للنمو 25 لغايه 30 35. لما توصل درجه الحراره 44 بتتوقف عمليه التمثيل الضوئي. وده هذه المشكله موجوده في توشكا. صحيح. ابتدوا يغطوا بالسيران الابيض. يتغطوا بالسيران، طب انا ايه اللي يجبرني ان انا اغطي بالسيران؟ تكلفه زياده. صحيح. مش كده؟ صحيح. قالوا ده ما فيش امراض ولا لا، الامراض والحشرات موجوده. طيب الجزء اللي اتقطع منه السيران الابيض توقف عن النمو فعلا. صحيح. الجزء الثاني
كان في عناقيد وكان نامي. ده غير ان كسر طور السكون اصلا محتاج لعدد ساعات من البروده، من البرودة. يعني ده كمان يعني من البرود ده اصلا محمد بيذاكر كويس متمكن طبعا متمكن كان لسه في العالمين امبارح لا لا بالعكس ما هو في على فكره عدد ساعات البروده دي بتختلف من صنف للتاني. بمعنى الفيلم مثلا محتاج 100-150 ساعه التومسون والبيرلت بيحتاج حوالي من 150 لغايه 200. انا بقيت كلام حضرتك انه ما ينفعش يتزرع في اي ارض، مش اي ارض يعني، ودرجه الحراره اكيد. وفي مشكله قابلتنا السنه دي، السوبيرو بيحتاج من 200 ل 250 ساعه بروده اقل من 7 درجات. طيب المشكله اللي قابلتنا السنه دي في التومسون في الاراضي الصحراويه، الموجه اللي جت في شهر مايو دي العناقيد جفت بالكامل. بالظبط. حضرتك هتقولي لي طب ما في عناقيد طلعت، طب النبات كان عليه مثلا 20 عنقود، جف منه 15 وفضل 5 متغطيين. طب ده ما ينفعش. ليه بقى؟ طالما الحبايه ما وصلهاش السكر لا تتحمل درجات الهواء السخن، هناك فرق بين الهواء السخن وبين اشعه الشمس. عاوز اوضح الحته دي. صحيح. الهواء السخن ممكن الحبايه تتحمل 50 درجه مئويه فاعلى شويه لو دخلها السكر. طالما ما دخلهاش السكر بتجف الحبايه. صحيح. طيب في عندنا مشكله في موضوع له علاقه بالضغط الاسموزي للسوائل اللي داخل الحبايه. السكريات الحبايا. السكريات. ايوه السكر صحيح. الريد جلوب عندنا، الريد جلوب اكبر حبايه عنب على مستوى العالم. وده صنف بذري بينضج المفروض بينضج في اواخر يوليو او اواخر اغسطس، نص اغسطس يعني. هما الناس بتجمعه بدري بيلونوه برضو عن طريق الاسرل او البروتون او خلافه. طيب هذا الصنف حساس جدا للشمس، بيجيله لسعه شمس. لا ولذلك الريد جلوب اللي ناتج من شتله مش مطعومه يعني عقله، النور الخضر بتاعه ضعيف فما بيغطيش فبيصاب بلسعه الشمس. المطعوم على اصل زي الفريدم النمو الخضر كويس وبيغطيه، مغطي العنقود، والعنقود مش بيتعرض للشمس ولا حاجه وقاعد في الظل وجميل جدا. بالظبط كده. صحيح بالظبط كده. وبعدين احنا عاوزين عماله مدربه، انا دلوقتي العماله المدربه قليله جدا. طبعا معالي الوزير بيبذل مجهود، دكتور عبد المنعم مهدي بيبذل مجهود رئيس المركز، والدكتور محمد محمود بيبذل مجهود مدير المعهد، انما لابد ان يكون في جهاز ارشادي على مستوى عالي. صحيح. لان دلوقتي كل واحد بيتكلم في كل حاجه، ناس بتتكلم في كل حاجه. يعني موضوع العماله المدربه ده موضوع مهم جدا جدا للغاية. جدا جدا يعني انا في كوارث بتحصل يمكن انا برصدها كده بمعلوماتي الضئيله الصغيره. يعني كنت بمر في احد المزارع وشايف بقى حد يعني مثلا بينظف العناقيد كده وهي موجوده والحبايه دي مش عاجباها مفعصه شويه، قام شايلها بايده. طبعا وجود النهارده يعني بواقي رطبه مسكره، ده احنا كده يعني ده انت قلت له ده انت هتدمر، ده انت هتملى اصابات فطريه، ده انت هتبوظ الدنيا. ايه اللي بتعمله ده؟ عنبايه مضايقاك قصاد مقص، في حد يشيل عنبايه؟ يعني شوف حضرتك قد ايه اخطاء بسيطه جدا 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 وتدمر محاصيل وتدمر مبالغ كبيره جدا. فقد ايه احنا محتاجين عماله مدربه. مين اللي دربها يا فندم؟ مين اللي ينقل الخبره دي؟ بص سيادتك كان في مراكز تدريب تبع الوزاره وكان بياخدوها العماله اللي هم معاهم اعداديه او اولى ثانوي وثانيه ثانوي. المراكز دي تحولت الى مراكز تنميه اداره عليا. منهم مركز القناطر، مركز سيتس وغيره. لازم الحاجه دي ترجع تاني. لازم العماله المدربه ترجع تاني، لان اي صاحب مزرعه النهارده، اي صاحب مزرعه ما عندوش فكره يعني او فكرته ضئيله. فعاوز واحد متعلم ايه يشتغل في المحصول اللي هو جايبه. يفهم التقليم، يعرف الكتالوج بتاع الشتله دي ماشي ازاي. بالظبط كده. بالظبط كده. لابد رجوع العماله المدربه تاني. يا ريت يا دكتور. احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك. وكمان حاجه مهمه انا بتمناها شخصيا من ربنا سبحانه وتعالى ومن حضراتكم، ان المواطن البسيط اللي ما يقدرش يجيب المحصول الاورجانيك اللي احنا بنشوفه في الهايبر وفي الماركتات الكبيره، نفسي ياكل محصول راقي زي اللي احنا بنصدره. كنت بشوف وانا بعمل برنامج برضو يمكن قديم شويه زمان هنا على مصر الزراعيه اسمه طبقا للمواصفات، قد ايه بيبقى فعلا المقاييس الخاصه بالعنب المصدر عاليه الجوده، حتى في الباكج اللي بيتحط فيها او العلبه البلاستيكيه المتفتحه من كل حته، وقد ايه فعلا العنقود ايديال بيترسم من كتر شياكته وجماله. بالظبط كده. اللي بيوصل لنا يا دكتور درجه ثالثه، ما ان صح التعبير اسمح لي، المواطن بيبقى حتى مش عارف يستطعم.
ست البيت اللي نازله تشتري عنب اللي ما عندهاش اي معلومات زراعيه، اسمح لي اخرج بره الاطار التخصصي للزراعه ونفيد برضو المواطن العادي، تعرف العنب المسكر ازاي؟ بنشوف العنقود قد كده والحبايه قد كده وماسخ. العنب البلدي بتاعنا وانواع العنب اللي نشتريه ايه، وازاي نعرف فعلا اذا كان الثمره دي مسكره ولا لا؟ هقول للست، هو دلوقتي طبعا في نوع من الغش التجاري. صحيح. الناس اصل هو الشطاره ليست في الانتاج، الشطاره في التسويق. صحيح. يعني كله بينتج. أحييك. انما انا ببيع الكيلو بتاعي ب 4 جنيه غير ببيعه ب 6 جنيه، ده في المزرعه. طب ليه؟ بتصدر ب 6 دولار. ما ايوه كنت لسه عاوز كنت لسه عاوز اقول كده، كنت عاوز اقول كده. وبعدين الشطاره في التسويق، فهو الجماعه دول اللي بيشتري ده عاوز يسوق محصول. مثلا رشه الاسر المفروض لما يكون تي اس اس اللي هي السكريات مثلا وصلت 7 الى 8% ويكون البي اتش بتاع المحلول 3 ل 3.5، هو بيعمل ايه؟ بيروح رشش اسر عشان يلون. ده غش تجاري طبعا، زي الخوخ لما بيجيبوا الكركديه ويبلوه في الميه ويرشوا فوق العربيه ويرشوه يحمروا الكركديه بتاع الخوخ وهي اصلا ما تتاكلش. صحيح. فده غش تجاري. انما هو بيقول ايه الراجل ده؟ يقول ايه؟ انا عاوز ابيع المحصول بتاعي. العنب محصول 80% منه ميه. الموالح ممكن تتخزن على الاشجار، انما العنب ما اقدرش اخزنه. صحيح. في الدلتا ممكن اخزنه. ليه؟ لانه وراي غمر، بنضطر نروي باكيه ونلغي باكيتين، يعني يبقى في رطوبه بس، انما هو عاوز يبيع باعلى سعر، ده غش تجاري. طبعا. الست او الراجل اللي بيشتري من البياع ما يدركش هذا. هو له لونه احمر وياخده ياكله يلاقيه الحموضه عاليه فيه. هو عايز كرانش مسكر. مع ان عندنا مجموعه اصناف هايله دلوقتي. يعني محصول العنب دلوقتي ابتداء من يعني الاسبوع الثاني من مايو لغايه اكتوبر. احنا الحاجه الوحيده يمكن يا دكتور اللي نعرفها في السوق يقول لك العنب البناتي، هو ده اللي احنا نعرفه. ما ده كلمه خاطئه. هو تومسون سيدس. ده كلمه خاطئه. تومسون سيدس. تومسون سيدس يعني اخش اقول للبياع هات لي تومسون. لا ما يفهمش، هو يقول البنات. وبعدين على فكره هو ما فيش في سلالات منه. أيوة. سلاله مدوره وسلاله مستطيله. أيوة. فهو يقول لي حضرتك ايه؟ شوف الحبايه قد ايه؟ ده سلاله يا ابني، مش صنف. طب احنا نعرف منين يا دكتور؟ عشان احنا وقتنا قرب ينتهي، نعرف منين العنقود ده مسكر وطعمه حلو؟ لا لازم تدوق. ايه؟ لازم ندوق. يا اما تشتري الحاجه في ميعادها. بمعنى بقى؟ في موعدها. يعني مثلا التومسون سيريز ده المفروض الايام دي نزل من الدلتا. العنب الدلتا. العنب بالتومسون اللي كان في المزارع، قلت لحضرتك المشكله اللي حصلت والجفاف اللي حصل في العناقيد. فالمفروض كان ينزل مثلا في ايه؟ في شهر يونيو. اتخرب بيته من الناس. يعني ناس انا شفت واحد عنده تقريبا 50% من محصول راح. العناقيد ناشفه على الشجر. ده رزقه بقى كده، هو رزقه كده. فعاوز اقول لحضرتك هي الدوق مش اكتر من كده. يا اما تشتري الصنف في الميعاد المناسب، يعني الريد جلوب المفروض في ناس بتبيعه دلوقتي، المفروض كمان اسبوعين. ولذلك لما تاكليه دلوقتي تلاقي طعمه ما فيهوش سكر خالص. ما بيبقاش حلو يعني، ما فيهوش سكر. الفريم دلوقتي فاخر جدا لان ميعاده انتهى من شهر. بس في ناس مخزن الفريم سيدس اللي هو الاحمر. الاحمر. في ناس مخزناه. خلي بالك ما تغلطيش في الـ في الـ أيوة. في الكريمسون. الكريمسون حبايته بتقرش. ابو بذر ده انه واحد. لا ابو بذر ده اللي هو الريد جلوب. الريد جلوب اللي هو الحبايه المدوره الكبيره. دي لا دي طعمها ماسخ جدا دلوقتي. واحنا بنتضايق من البذر، احنا بنزهق من البطيخ عشان البذر. لا عايز اقول لحضرتك الخواجات بياكلوا، بيفتح الحبايه وياكل، بيطلع البذر وياكل بادب كده. هنا بياكلوه بايديهم. لا انا بياكلهم في هنا مع الجبنه البيضاء. مفيش حد بياكل بالطريقه دي. العنب بره له رونقه كده. محدش بياكل بالطريقه دي في العالم كله. صحيح. مش ممكن. طب. الناس بتاكل 5 6 حبات عنب وهنا بياكل نص كيلو. يعني احنا طبعا استمتعنا بحضرتك جدا. ربنا يخليك. يعني حضرتك قيمه وقامه في مجال العنب، لكن دايما فقرتنا معاك بتمر بسرعه. لكن خلينا ندي برضو معلومه سريعه كده لاعزائنا المشاهدين قبل ما نشكر ضيفنا العزيز. عايزين نقول للناس المصابه بالسكر ما تزودش ابدا جرعتها عن 12 حبايه. سكر العنب هو سكر جلوكوز بيتم امتصاصه عن طريق جدار المعده، يعني مش بيكمل هضم، يعني بيرفع السكر في الدم بشكل كبير جدا. الناس اللي بتعمل دايت كمان. الناس اللي بتعمل دايت تبعد. يعني هم 12 حبايه حلوين قوي. بالظبط. عرفني كف كده. طب انا هوضح حته صغيره. اتفضل. انا اعرف واحد مريض سكر بياكله هو اخضر كمان.
كان يقول لي ما كلش العنب المسكر ده. يعني طبعا هو احتوائه على نسب كبيره جدا من الجلوكوز، بالاضافه ان هو بيحتوي على مواد بتمنع تصلب الشرايين وبتقي من السرطانات، ومضادات الاكسده فيه مرتفعه جدا. طبعا الدكتور النهارده كان بيتكلم عن موضوع الاسيلين، خلينا نفهم موضوع الاسيلين برضو في عجاله. في الفواكه عموما مقسمه، يعني مقسمه لنوعين، في نوع منتج الاسيلين ونوع غير منتج الاسيلين. منتج الاسيلين معناها انه بيحول النشا لسكر، يعني نقدر ناخد المانجايه او الموزه نسيبها تحت السرير خمس دقائق، ولا نسيبها اسبوع في ورقه جرنان ولا في مكان ده نلاقيها بقت مسكره. العنب مش منتج الاسيلين، يعني زي ايه؟ طيب زي إيه؟ التفاح وزي الموز والكلام ده. اه بالظبط كده، زي الموز والتفاح والمانجا دي منتجه الاسيلين. العنب مش منتج الاسيلين، اذا تم قطفه قبل ميعاده يستحيل لو سيبته في الثلاجه مليون سنه ان نسبه السكر تزيد فيه. العنب والمشمش، العنب والمشمش. لذلك الغش التجاري بيحصل برش الحاجات دي بالاسيلين. تعمل مزرعه بقى يا محمد، تعمل مزرعه لازم على المعلومات الجميله دي. لا ده متمكن فاهمت بذكر كويس. فبالتالي العنب يا جماعه زي ما الدكتور يعني دكتور جبريال نصح، ما نشتريهوش ابدا غير في ميعاده، لانك اشتريته في غير ميعاده لقيته مسكر اعرف 100% انه مرشوش اسيلين، وده هيضر بصحتك. اعزائي المشاهدين انتهت الفقره مع علم وقيمه وقامه في مجال العنب. دكتور جبريال بشكر حضرتك جدا لحضورك. شكرا شكرا جزيلا يا دكتور، نورتنا على وجودك معانا النهارده. وطبعا ميرسي على النصائح اللي تخصني انا شخصيا، على لست البيت بقى وكل سيده بتشتري، عشان احنا اللي بنشتري. فيا ريت فعلا يكونوا استفادوا معانا مشاهدينا النهارده من المقاييس والمواصفات الخاصه بالعنب. هتشتري عنب يا محمد ولا ايه؟ انا بشكركم وبشكر الاخوه اللي بيتعبوا معانا. ايوه اكيد طبعا، كل التحيه لكل كرو مصر الزراعيه. اعزائنا المشاهدين بانتهاء هذه الفقره حلقتنا لسه ما خلصتش، هنطلع فاصل قصير وتابعونا مره اخرى، هنرجع مع فقره الانشاد الديني باذن الله.